فريق كرة السلة الحقيقة فاز بجملة من البطولات لم تحدث في تاريخ النادي، منها الدوري العام المرتبط رجال، الدوري العام للرجال، كأس مصر للرجال، بطولة أفريقيا البول، وصعود كأس العالم للأندية في سنغافورة في سبتمبر 2023 إن شاء الله بعد أيام قليلة يعني، بالإضافة للدرع العام لبطولات الرجال أولى زائد قطاع ناشئين. فهنيئا لهم وألف مبروك مدير الفني، لاعبين، كابتن الفريق، كل التحية على هذا الإنجاز. كابتن سيف سمير قائد الفرقة، احنا هنسيبكم تاخدوا صورة تذكارية وبعدين عندي سؤال لحضرتك. شكرا جزيلا لحضراتكم، تقدروا تفضلوا. شكرا كابتن اوجستي، كابتن طارق الغنام، شكرا جزيلا. كابتن سيف عندي سؤال لحضرتك لو سمحت، نيابة عن أعضاء الفريق، كيف تحقق كل هذا الإنجاز؟ طبعا احنا المنظومة كلها يعني من كوتش اوجستي لغاية عم حامد كلنا كنا بقالنا سنتين مع بعض، بقالنا سنتين بنتعب، يمكن ده او بقالنا اكتر من سنتين كمان، يمكن ده باين في اخر سنتين، كسبنا كل حاجه الحمد لله، الناس كلها تعبت، مجلس اداره كان مدعمنا بشكل كبير جدا، كل منظومه يعني احنا في النادي الاهلي متعودين ان هي احنا كلنا منظومه واحده، فده يعني ده ناتج عن تعب دعم جماهيري كبير كمان، حضور جماهيري لكل المباريات على غير العاده يعني الحقيقه. بالظبط بالظبط، حتى باين في كان باين في بطولة افريقيا كان الناس كلها كانت موجوده، الجمهور كان كبير، فالحمد لله كل التوفيق. شكرا، تهانينا القلبيه ولينا لقاء تاني ان شاء الله. بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا. ادعو الان ايضا فريق السله للسيدات. البطولات دول حققوا الحقيقه مجموعه من البطولات في مقدمتها الدرع، الدوري العام المرتبط للسيدات والدوري العام للسيدات، كأس مصر سيدات، كأس السوبر المصري للسيدات، منطقة القاهرة للسيدات، المجال لا يتسع الحقيقه لتعداد كل هذه البطولات، بالإضافة للدرع العام لبطولات السيدات أيضا قطاع ناشئين، أولى وقطاع ناشئين. مبروك، شرفتونا الحقيقه وكالعادة يعني رفعتوا راسنا، حاجة تشرف الحقيقه، ألف ألف مبروك للمدير الفني ولكل أعضاء الفريق.